ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ما تنساش نعمل لايك، نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن رياض محرز، وطبعا موقفه الثابت اللي مش هيتغير ابدا، ودعمه للقضيه الفلسطينيه برغم استبعاده. طبعا عارفين كلنا ان هو تم استبعاده من اي جوائز، وده طبعا اثار شكوك واستغراب الجميع، منهم طبعا المصري اللاعب المصري عماد متعب. طبعا هو لاعب كبير جدا، قال في علامات استفهام كبيرة جدا حوالين انه رياض محرز ليه ما تكرمش، برغم انه هو يعني محقق بطولات، ازاي هو ما يتكرمش؟ في حاجة غريبة في الموضوع، محدش فاهم هو في ايه. طبعا كل الجزائريين اخدوا موقف، مصريين بعضهم كمان تضمنوا مع رياض محرز في الازمة دي، قالوا ازاي ان هو يعني ما تكرمش، حاجة اثارت شكوك الجميع. ولكن النهاردة رياض محرز فاجئ الجميع بثباته على موقفه اللي ناس كتير جدا عارفة ان هو ما تكرمش ليه، علشان خاطر دعمه للقضية الفلسطينية. فالنهاردة حط فيديو بيدعم فيه القضية الفلسطينية من كل قلبه، ربنا ينصرهم يا رب العالمين بإذن الله تعالى. رياض محرز حط الفيديو، الناس انهالت بتعليقات وقالت هو ده من بلد الأحرار، هو من بلد المليون ونصف مليون شهيد، مش ممكن يغير مبادئه أبدا 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 مهما حصل، حتى لو ما سلموش جوائز هو ده ابن الأحرار، طول عمره هيفضل كده موقفه ثابت. وطبعا سموا الموقف بتاعه بالموقف البطولي. حس حالي إذا متت مع أمي كان أحسن، أحسن ما أشوف يعني العذاب هذا والمر هذا اللي بشوفه، المأساة هذه اللي بشوفها، اللي كل يعني كل حاجة عندي كلهيتهم، يعني كل اللي كنت عايزهم وأحبهم كلهيتهم راحوا. قد ايه هو عنده مشاعر طيبة، عنده قلب رحيم، بيحس بالناس، الناس عرفت قد ايه هو بيدعم القضية الفلسطينية من كل قلبه. ربنا يا رب ينصر اهل فلسطين ويعوض ان شاء الله رياض محرز خير باذن الله عن الجائزة دي، وربنا يوفق حضراتكم اجمعين يا رب العالمين. اشوف حضراتكم على خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.